مازال رونالدو، رونالدو الكرة في الوسط، ديسكو بابا جول، رونالدو وإيسكو جول الأول، بورخا مايورال يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال، هدف أول في الدقيقة الثامنة من انطلاقة المباراة، فعلها صغير الريال مايورال، 20 سنة يفتح مجال التسجيل ويسجل هدفه الأول في دوري الأبطال في حياته اليوم أمام الريال في هذا اليوم أمام بوروسيا دورتموند، خرج في القائمة الثاني، انطلاقة وتوغل رائعين من رونالدو، كرة كوفاسيتش لكريستيانو لم يكن متسللا، دخل من أمام مارك بارترا، دخل في العمق ومرر لإيسكو، ترك الكرة تمر إيسكو ببراعة في اتجاه مايورال، جول. هدف أول يفتح الشهية ويخلي عناصر بوروسيا دورتموند تخرج من منطقتها إلا إذا اختمها فريق توتنهام. كرة لكوفاسيتش في القائمة الثانية على الجهة اليسرى، يرجع لكريستيانو، رونالدو، با با با، جول 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 من أروع ما يكون يا كريستيانو. أكيد جماهير الريال تحلم بأن يكون رونالدو دوري الأبطال، هو رونالدو، هو رونالدو الدوري الإسباني، مين يضربها رونالدو تدخل ببراعة، استلمها حطها في الزاوية اليسرى، خلى الحارس بوركي يتفرج على الكرة ويلتقط لها صورة من أروع ما يكون. أين الوجهة يا كريستيانو يا رونالدو؟ هدفه التاسع هذا الموسم، يتوجه مباشرة لمارسيلو وكأنه وعده بأنه سيسجل هدفا جميلا مثل الأهداف الجميلة التي عودنا عليها. رونالدو ليس نعم في أفضل أحواله، ولكن في أي فترة في أي وقت في أي لحظة ممكن يخرج. توزيع، لا لا، جول، هدف من أوباميونغ من أروع ما يكون، جول. شمال زير اختطف كرة وزعها في القائمة الثانية، هل كان أوباميونغ في وضع التسلل أم لا؟ هدف ولا أروع، لقطة سريعة وتوزيعة بالدقيقة من قبل اللاعب شمال زير في اتجاه أوباميونغ، هاي لعادة مرة ثانية، أشك في أن أوباميونغ كان في وضع التسلل، لا 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 لا، لم يكن متسللا أوباميونغ، فعلها الكابوني يسجل جول في الثواني الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول، هدفان لهدف واحد صارت النتيجة. آه لو كرة خطيرة أوباميونغ، با 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 با، جول، هدف التعديل لبوروسيا دورتموند. ما هذه الأخطاء في الخط الخلفي لدفاع الريال؟ هدف ثاني مباغت قاتل ريال مدريد في الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الثاني، أوباميونغ يسجل ثنائي اليوم ويسجل هدف الرابع في دوري الأبطال وهدف العشرين في دوري الأبطال في 32 مباراة. بوليسيت، شوف التمريرة، شوف دفاع ريال مدريد وكأنه نايم وكأنه حاضر غائب، الكرة مرت، أوباميونغ استلم كرة وسجل ببراعة وبرأسة الخطورة، وبوركي رجعت لتيو هرنانديز، التسديدة، جول، لوكاس فاسكيز يفعلها ويسجل جول أول في دوري الأبطال، استلم على الطائر مثلما جاءت، كرة أرضية زاحفة راحت رويدا رويدا، جول ثالث للريال عند الدقيقة 80 من عمر المباراة، الريال يسجل الجول الثالث ويصبح متفوق ب3-2. كان فيه نشاط كبير في وسط. السلام عليكم ورحمة الله. بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق.